التحليق لليلي عن الفنانات يلي انطلقوا بعالم الشهرة بسرعة قياسية. وضيفتي لهيدا الأسبوع هي المطربة سوتيان جورج يلي كان هدفها تحقيق الشهرة بسرعة ونجحت. سوتيان، اسمك الحقيقي أم لقبك؟ بصراحة حبيبتي هيدا لقبي، فكل ما انزل على الشارع كلهم بيضلوا لايكو سونتيان لايكو سونت. بتنبسطي عرفتي؟ بتنبسطي، بتوصلي لهيدا الشيء. يعني انت بنت شارع سوتيان، انت مدركه هذا الامر. طيب كيف انطلقتي سوتيان؟ يا حبيبتي ولا اهون من هيك، خرب زوقك. ما بدها شيء، بتنزل بتفقع كليب بيضرب السوق بتنطلقي. سوق اي سوق؟ سوق الشخصيات؟ ايه سوق الشخصيات. لك يا عمي شو سوق الشخصيات؟ سوق الفن الاحمر وصولا وصولا. أنا هاي الموسيقى كلها ما بسمعها، هدينا بسمعش فيها وصولاً. مظبوط. وهلأ حالياً ما بتسمعي؟ بهاي أحسن. آه سوري سوري سوري، قصدك فن ووشع وطرب وهيك. إيه بسمع للست الفاضلة طولنا بعمرها نايفة، بحبها. سوتيان، السؤال الذي ينطرح في أذهان الجميع، كيف هيك بليلة قدرتي أنك تجمعي لحن وكلمات وتعملي كليب، وكيف ركبوا معك كلهم بليلة وحدي؟ حملت حالي هونيك ليلة الساعة 11 تقريبا، حملت حالي ورحت عن مين؟ الكاتب. الكاتب وصلت لعنده. هلا هو كان شوي هيك معصلج، عرفتي؟ ما اقتنع معي بسرعة، قنعته، حطيت تقلي وقنعته، يعني اقتنع. اخر شي ما طلع عنده ورق، طار يدون شعره على السونتيانة، سكتنا. على السونتيانة تدون شعر؟ حملت حالي وركض لوين؟ لوين؟ طبعا شو بدنا؟ ملحن ومين وموزي ركض لعندهم، ساعدوا اثنين من فرد بيت مع بعضهم. واصلين وصلنا لعندهم يا حبيبتي، كان صارتش 12 وشوي. قعدت عندهم هيك بتعرفي، لحقينا وطبق الملحن وركب اللحن، عرفتي؟ لحن للملحن. ومشي الحال، رجعنا اخذنا وقت كمان مع الموزع كمان لظبط اللحن مع التوزيع، ظبطوا مع بعضهم اثنيناتهم. يعني رجعت حملتهم وطيران لوين؟ لعند المخرج. المخرج جبرني رايتهم، ظبط لي القعده بالبيت، بتعرفي؟ لا لحن وما لحن، اخذت وقت القصه معه لاخرج. ايه سوري سوري لاخرج. ايه انا عارفه شو اخرج شو ادخل. حملنا حلنا يا اختي وانطلعنا هيك بليله وحده، ركبوا كلهم مع بعض. سوتيان، شو اللي ركب كله مع بعضه؟ يا عم ليش هيك عم تفهمونا غلط؟ نحن شرفا، نحن قصدي ركب اللحن والموزع خرب بيته والملحن معنا قمر. شكرا لإلك سوتيان. إذا لتحقيق الشهرة والمجد بعالم الغناء ما لازم تعتمدي بقى لا على صوتك ولا على عقلاتك. يعني بمختصر المفيد وبهذا المثل، بزمن الأغاني يا حضرة الفناني لازم تمشي على الطريق بجهة خليفاني وتنسي أمر الفؤاني، صرنا بعصر التحتاني. واو، في عاملة غنية؟ كانت معكن كلود أبو ناطر عندي وبرنامج تحليق.